تتفضل أستاذة رزاق، تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ. فضل ونعمة الحمد لله. دايما يا رب، دايما بالصحة وعافية يا رب. يا رب العالمين، الحمد لله. حضرتك، أنا دلوقتي ابني متجوز ومخلف، تمام؟ نعم. ومش أنا في غنى عن الكلام يا شيخ، عشان الكلام يؤلم، مفيش داعي للكلام. هو عشان هو مقصر معاكي يعني؟ مقصر يا شيخ، وغلط فيا، وقف قصادي كتير، وقل مني كتير. ده عشان خلاف بينك وبين زوجته؟ لا، مش عشان خلاف بيني وبين زوجته ولا حاجة، خلاف بسيط جدا ما يسخرش، دايما اشتكي له منها وفي النهاية ما بيصدقنيش. يعني هو في الحقيقة، يعني هو في الواقع بيعاملك هذه المعاملة بعد الزواج، ولا هو قبل الزواج بيعاملك بنفس المعاملة لا دي؟ لا خالص، قبل الزواج ده كان تحت رجليا، يعني ما كان طوع جدا وكان مؤدب. مش طيب. فاهمة بقى ايه اللي حصل. طب خليني اسألك يا أستاذة رزاء، هل انت ده سؤال من اب لام، السؤال هل انت حاولتي تغيري طريقه احتياجك ليه او طريقه معاملتك ليه بان هو اصبح صاحب اسره، فاصبحت التزاماته مختلفه واصبحت حياته مختلفه؟ بمعنى ان هو التزاماته واعباءه اختلفت، فاذا كنت عايزاه يكون معاكي بنفس الطريقه اللي هو كان قبل الجواز، فقد يكون ده صعب عليه في الوقت ده. لا يا شيخ حضرتك، انا اللي فاتحه بيته وانا اللي بصرف عليه، وكان في الايجار كنت انا اللي بدفع له الايجار، وانا اللي جوزته من الالف للياء، غرمته كل حاجه، وكله يعلم بذلك. موافق على ده كله؟ موافق على ده كله. ده تمام ماشي وبالرضا والحمد لله، ما فيش اي حاجه. بقول ابني يعني، واحنا في الحياه بنكمل بعض، بس انا بشتغل تمام، وفي نفس الوقت بحتاجه ان هو مراته تقف جنبي في البيت، احنا عايشين في بيت واحد بعد الاسره. يعني انتوا في بيت عيله؟ في بيت عيلة. أنا بروح شغلي مثلا، ما اشتكتش في حاجات يعني جامدة، فباجي أرد عليه بالراحة، بلاقيه رد عليا بغلط، وهني آخر مرة هني جامد وشتمني. طيب خلاص، أنا هكلم حضرتك، أنا هكلم حضرتك. معايا أنا عايزاه ياخد بيت تاني ويعيش لوحده بقى، فأنا أعمل إيه؟ طيب هكلم حضرتك يا أستاذة رزاق. بصوا يا جماعة، اسم حضرتك لك حظ ونصيب منه، فحضرتك من رزقك ان انت ربنا وسع عليك وكنت سبب في من اسباب التوسعه على ابنك، فان شاء الله ده ربنا يكتب لك الثواب فيها. انا لست من الذين يرون ان الاباء يجب عليهم ان يفعلوا كل شيء من اجل الابناء. الابناء لابد ان هم يتعلموا الاجتهاد، ولابد ان هم يبذلوا عشان حياتهم تستقر، ولكن احنا في حالتنا دي شويه مختلفين شويه في شويه تفاصيل يا استاذ عرزاء. اول حاجه لازم نفصل ما بين ثلاث مسائل. المساله الاولى هو مسألة بر ابنك بيك، وإن لا يجوز بأي شكل من الأشكال، وليس هذا جائز ولا يجوز، بل هو كبيرة من الكبائر إن الولد يعتدي على أمه بأي بتلفظ أو بأي شكل من أشكال العنف، سواء كان العنف اللفظي أو حتى العنف اللي بيخليها تحس إن هي مهددة، اللي يوصلها التهديد لدرجة إن هي مش عايزة تمشي من البيت. فإذن اي نوع من انواع التعدي من الابن على امه ده نوع من الكبائر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقل لهما اف، ده كمان، فما بالك بقى بان الواحد يتعصب عليها ويزعق لها ويتكلم كلام سلبي عنها، وان هي طول الوقت بتعايره، وان هي طول الوقت بتمن عليه، وان هي طول كل الكلام ده، الكلام ده لا يجوز شرعا، ويجعل صاحبه في اشد اشكال الغضب من الله سبحانه وتعالى. طيب ادي واحد. لكن في نفس الوقت نتكلم بقى في قضية كثير بيحصل فيها، هل يجب على الـ على 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 زوجة الابن خدمة حماتها؟ ودي مسألة مهمة جدا لازم نتكلم فيها. لا، مش ما يجبش، بس انا في نفس الوقت ما بقولش ان البنت ما تساعدش حماتها، بالعكس، ده من افضل الاشياء اللي ممكن ترقق قلبها وتملك قلبها بيها، الخدمة. الخدمة دي من اكتر الاشياء اللي احنا في العلاقات بنستخدمها، وبتبقى من الطف ما يكون. طب انا بادي خدمات لصديقي، وبادي خدمات، ازاي احنا عايزين نعيش مع بعض، وازاي نعيش في علاقه حسنه ومحدش فينا يخدم التاني؟ فالخدمات دي والاعمال الخدميه دي، ده باب ربنا فتحه عشان العلاقات تمتن وعلاقات تحسن. فانا بقول لحضرتك ايتها الابنه الكريمه، خليكي ذكيه، واجعلي هذا في لوجه الله سبحانه وتعالى. مش معنى كده ان ده مفروض عليكي، لا، ما حدش فرضه عليك، لان البنات اول ما بتسمع ان الكلام ده مفروض عليها تتشل وتتهبد،
طب ما انت بتقومي تخدمي صاحبتك وبتقومي تخدمي صديقتك وبتقومي انت عايزه علاقتك بحمالك تبقى علاقه كويسه، ليه ما تساعدهاش؟ ده من قبيل ايه؟ من قبيل المعروف وليس من قبيل الواجب، من قبيل المعروف. فليه ما يبقاش عندنا هذا هذه الثقافه، ثقافه المعروف اللي تخلي القلوب ترق وتخلي القلوب تحس. لكن نخلي مساله النزاع دي مساله دائمه فلا. امر الثالث، انت لو عايزه ابنك ما يبقاش موجود في البيت من حقك، بس هل دوت التفكير الحسن في الوقت ده؟ انت عايزه تخلي ابنك يعتمد على نفسه، ده شيء لطيف، لكن الوقت ده نصيحتي ليكي كأب، لا، الوقت دوت مش هو الوقت المناسب ده، لان هيبان فيه جدا جدا جزء الانتقامي، وقد يكون المعاناه اللي هيعانيها كلها هتتحمل على علاقتك بابنك. ولذلك انت لو عايزه علاقه متوازنه اقعدي معاه وكلميه وحاولي تدخلي من حد من الحكماء في الاسره عشان يقنعه بان دوت غير مناسب. فانا رايي في الحقيقه ان ده مش التوقيت المناسب ان انت تخلي ابنك يعتمد على نفسه، ولكن بلا شك ان انت لو قعدت معاه واتكلمت معاه بان بالفعل وجوده في هذا المكان يعني كثير من المشكلات، انا شايف ان ده صحيح، لكن اختار التوقيت الصحيح عشان يبقى دوت الافضل، لان ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه. نعم.